وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024. جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعه حيث أضاف الرئيس السيسي أنه يجب الانتهاء من مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا. إحنا كلامنا إن إحنا ما نقدرش نستنى لغايه 24 يا بهاء تمام سيادتك طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شويه عشان الظروف اللي انتم شايفينها مش كده ولا ايه صح ف... فيعني ارجو انك انت ايه يعني انا انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متاكد من كده تمام سيادتك لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا بن وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير <applause> وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمنين انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 بهاء في الرقم اللي انت حاطه هنا في مستقبل مصر غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون